الفيلم بالدرجة الأولى بلامس أو بقارب مرحلتين كثير كان لهم تأثير جذري بحياتنا وبمستقبلنا. فترة الثمانينات اللي شهدت أحداث الإخوان المسلمين والحرب الحالية اللي عم نعيشها بسوريا. الربط بين هدول المرحلتين من خلال شخصيات عايشت الزمنين وكان إلى خيارات محددة في مواجهة ما يحدث في سوريا. فكرة رئيسية عم بيحاول الفيلم يأكد عليها هي فكرة الانتماء. أتوقع أنه يكون الفيلم جاهز مع نهاية العام الحالي. صورنا بمواقع كتيرة يعني بدمشق، بطرطوس، بحمص، باللاذقية، بريف دمشق، ففي مواقع تصوير كتيرة ومتنوعة. عملية إنتاج الفيلم وتصويره كانت ماشية بسلاسة شديدة وكنا كتير مستمتعين بالشغل، والصعوبات هي كلها صار في إلى يعني حلول وبدائل نقدر نتجاوزها. نرجو أن إنتاج الفيلم أعجابكم أن يكون ممتعا أولا، ومن ثم باعتقادي الرسائل ستصل لمن سيبذل الجهد. والفن برأيي الشخصي ليس سهلا لهذه الدرجة كي لا يبذل المتفرج الجهد كي يفهم. فيلم الاعتراف هو كان أول فيلم روائي طويل تنتجه المؤسسة العامة للسينما لهي السنة. تم التحضير له منذ فترة طويلة. طبعا هو اليوم بعمليات دخل عمليات تصوير منذ فترة، وبتوقع خلال أسابيع سينهي عمليات التصوير. هلأ سبب احتضان المؤسسة لهذا الفيلم طبعا أنه السيناريو كان سيناريو جميل يحمل الهوية السورية، يحمل هم المواطن السوري، يعبر عن آماله بمكان من الأماكن. لما الممثل بيصير بيعرف تماما توجه المخرج وطريقته بإذاعة الممثل وشو اللي بده يعمل منه، كمان هي الشراكة اللي هي بينحكى بسلبيتها كشغلية بتحكي بإيجابيتها، قديش بيصير سهل نلاقي المفاتيح وبتصير بيصير الممثل عم يحكي محامي بيطلع على الأداء أفضل بهذا التوجه وبيخسر الوقت.